من جيب العقيد إلى عب الحركة الوطنية، لطالما سلك المال الأخضر طريقه جاعلا من الكتاب الأخضر أشبه بكتاب مقدس في نظر قادة هذه الحركة. أكثر من 700 مليون دولار أنفقها رجل ليبيا الأول خلال حرب السنتين بحسب ما يؤكد موقع البي بي سي، كانت كافية لتسابق زعماء ومفكرين من طراز جورج حاوي ووليد جنبلاط وإنعام رعد من أجل احتلال الصفوف الأمامية في احتفالات ثورة الفاتح، لا لشيء إلا ليستمعوا برحابة صدر إلى العقيد الثائر وهو يسخر من إيديولوجياتهم وعقائدهم، معتبرا أن العالم تجاوزها مع اكتشافه للنظرية العالمية الثالثة التي وضعها العقيد المفكر، علما أنه خدمة لهذه النظرية أو بالأحرى لأموال صاحب هذه النظرية نقل المئات بل والألاف من شبان الحركة الوطنية من جبال لبنان وسهوله إلى صحراء ليبيا دفاعا عن جماهيرية النفط في مواجهة تشاد. ولأنه لكل مقلب قذافه، فإن معمر اليسار كان يقابله في المقلب الآخر صدام اليمين، حيث كان الرئيس العراقي السابق يغدق بدون بخل السلاح والمال على القوات اللبنانية حينا وعلى الجيش اللبناني أحيانا أخرى وعلى الطرفين معا أحيانا ثالثة. وقد عثر بعد سقوط بغداد على رسالة من العماد عون إلى القيادة العراقية أرسلت بواسطة شخص يدعى أحمد فايز المرعبي، هذا أبرز ما جاء فيها: يضع العماد عون في علم سيادتكم أن آخر دفعة من الدعم المالي قد وصلت في شهر نيسان الماضي، إن الدعم الذي يقدمه العراق هو مصدر التمويل الوحيد، وإن انقطاعه سوف يشل العمل الوطني الذي باشرنا به في لبنان بعد مضي فترة تحضيرية لعدة أشهر. يتمنى العماد عون على سيادتكم البحث في إمكانية تأمين مبلغ من المال بصورة سريعة من أجل دفع ثمن أسلحة ومتفجرات كان قد تم الاتفاق عليها مع جهة في أوروبا. بعد انتهاء الحرب الأهلية تغيرت منابع الدعم الإقليمي من دون أن تتغير مصباته اللبنانية، حلت السعودية مكان العراق وحلت إيران مكان ليبيا، فتحولت حرب المال من حرب براميل نفط بين بغداد وطرابلس إلى حرب بين مكارم أمراء الرياض ومال طهران النظيف. بلبنان ما في قانون خاص بالأحزاب، الأحزاب هي جمعيات وتخضع بصفتها جمعية لقانون الجمعيات الصادر عام 1909 وتعديلاته. هل في من رقابة على التمويل الخارجي للجمعيات بما فيها الأحزاب السياسية؟ جواب كلا، ما في تنظيم، ما في قواعد خاصة تمنع التمويل الأجنبي. المطلوب لتنظيم الأحزاب اللبنانية هو ضبط تمويلها لمستوى أولا من الشفافية، إلزامة للإفصاح عن مصادر تمويلها، ووضع عقوبات شديدة جدا في حال المخالفة. اثنين، منع التمويل الأجنبي، وهذه بكثير من الدول الديمقراطية الغربية يمنع على الأحزاب الوطنية استلام أموال من الخارج. هو أي الرجل الذي يدفع المال للملحن يطلب منه اللحن الذي يريد، هكذا يقول المثل الإنجليزي، وهي أي الدولة التي تدفع المال للحزب أو التنظيم تطلب منه الموقف الذي تريد، هكذا تقول التجربة اللبنانية، لتكون النتيجة لحنا أمميا لا يترك دولة تعتب عليه. شكرا للجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا نحن نشكر رئيس ساركوزي وفرنسا. مصر ساهمت كثيرا في يعني في دعم مسيرة الاستقلال. أبواب سوريا مفتوحة. من 3 سنين لهلا الإدارة الأمريكية الحالية صار في مئات ملايين دولارات على لبنان، إذا عارفين نحن ولا مش عارفين. فراس حطوم، قناة الجديد.